مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هو هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبد شوف الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطا، وهذه طريقه العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه طريقه العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا البقاء هنا يسبب لي الجنون. أنت كل ما تضايقت من شيء قلت أسافر. يا أمي يا أمي، أنا كلما توصلت لشيء يخليني أستمر في العيشة معك، أشوف نفسي جالس أركض وراء سراب. كل هذا عشان صاحب الرسالة طلع ما يشابهك؟ يا أمي يا أمي، أنا أبحث عن كيان، بس للأسف كل الظروف تهيمن علي حياتي، تحيط رغباتي بسوار صعب العبور منه. يا ولدي يا ولدي، استهدي بالله، السفر ما هو الحل. إلين متى بتظل مسافر؟ لا أعرف لا أعرف. اسمع كلامي يا ولدي فريد، اسمعني. ما شاء الله ما شاء الله، عليهين يا ابن بطوطة. الحق علي يا ثابت، الولد باغي يسافر. يسافر؟ كيف يسافر؟ وشغله؟ اسمع يا ولد، رجع شنطك هذه مكانها، لا أرشحك بهالخيزران تزعوك. يلا انت اكيد جنيت عشان تفكر في الطريقة هذه. بالعكس، المنطق والعقل يأيدوا كلامي. هي منطق هذا وهي عقل هذا، هذا عقل الهبل ومنطق السبلان. نعمة الله انت ترد يا عاجز انت. خاوي انت كيف عشت بالله عليك ومن ربك؟ ها لو كان ابوك فكر نفس التفكير هذا كان انت ما جيت. يا خالي افهمني افهمني انت بالاول، كل مخلوق في هذه الخليقة رزق على الله. نعم ورزق معه، لا بيدك انت الرزق ولا بيد المصير، بيد الله سبحانه وتعالى. يا ولدي يا ولدي، شيل عنك هاي التفكير، شيل عنك هاي النية الرديئة هذه، عيش حياتك وقول يا الله. يا الله اريد اضمن مستقبل اولادي. وانت بالاول ضامن مستقبلك؟ ها علامك سكت. طبعا ما ضامن، وما دام انك ما ضامن فلا تفكر في الاولاد. يا بدر يا ولدي، حياة أي زوجين مرتبطة بأمل طلة المولود الأول، هو الحياة هو الحب في البيت، فلا تحرم نفسك وتحرم زوجتك من هذه الفرحة. أنا كنت
انا خالي. انت ايش؟ انت ايش يا بدر؟ ما ادري، طيرت الكلام من راسي. الحمد لله يوم طال كلام حجر. هذا اللي انا ابغيه. اقول زهره، انتم مسوين عشاء؟ يقولون الحريم لما يحملن يتوحمن. انتم طابخين شيء ماله حام؟ ها؟ كان طابخين ماله حام، كان انا بعد كرواكم. والله والله العظيم هذه راسي يابس. هذا دوم ابا 10 اولاد، يبقى 10 ما واحد. انا بربيه. اقول ابو الخير. نعم. انت ما قلت ان عندك الحل للي يخلي فريد ينسى سالفه سفر؟ انا بعدني افكر في الحل. وانت يا ثابت، بدل ما تمسك جوازه عشان لا يسافر، ليش ما تقنع شويه شويه بانه يجلس في البلد؟ وهي بعدني ما فهمتك يا ابو الخير. ترى هذا انت عادتك ما تفهم الا لما اعيد وازيد عليك. بس اسمع انت، لازم شيء استوضح. الانسان لما يسال ويخلي نفسه فاهم وما فاهم شيء لازم يستوضع. يا هذي عندك حق. عقب ما دام عندي حق هاتكلم، قول فهمني. انا اظن والله اعلم مشكلة فريد رجع هو متأثر باللي شافه برا، وتصرف تصرفات ناس عادات وتقاليدهم غير ونحن غير، واحيانا امورهم ما مفهومة وغريبة. فقام صاحبنا بغى يطبق اللي شافه هناك هنا، والنتيجة شاف الامور مختلفة غير عن اللي كانت في خياله، فصار محتار ومتردد. انا اشوف هذا الانسان كل يوم على حال. انا ما اظن، والله اعلم. لا 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 لا، كلامك يا ابو الخير تمام زين، لكن اقول نعم. فكرت في حل؟ انا احساسي يقول يا ثابت ان الحل بنحصله في المجلة اللي يشتغل فيها. قول لي ليش. قول 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 قول. لا لا لا، بالأول قول لي ليش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم من الحاجة سويت الوجه. خل أقول ليش. ليش قول. سألت يا إيش سألتك؟ نعم سألتك. تكلم. هدي هدي، أنا بس بغيتك تشخط يا المشخط، قصدي يا الملبق. اسمعني يا ثابت يا أخوي، هناك في المجلة في ناس فاهمين ويعرف يفهم فريد وأمثاله، وأكيد في حد يحاول معه. زين عندنا المقوح. أنا سعيد بزيارتكم هذه. ونحن أسعد. لا ثابت. نعم تفضل تكلم. تكلم. لا والله ما تقدمنا. لا ما يستوي. لا أنت الأكبر. نحن ثابت. بس إنك سمعت. تفضل تفضل تفضل. فإيش رأيك الأخ نبيل؟ الواضح إنكم تحاولوا جادين في أن فريد يبقى بين أهله وناسه. الحين أنا مستغرب ليش أنت غير وهو غير، مع إنك دارس نفس الدراسة ومسافر وشايف وعارف، فليش هو غير؟ أبغى أعرف. هذه المسألة بداخل الإنسان، ممكن يكون مجرد تقليد. في هناك مجموعة من الشباب يوهموا أنفسهم أنهم أصحاب هموم، ويحسوا غيرهم على أنهم متحملين أعباء كثيرة في فكرهم، والواقع أنهم عكس هذا كله. والله فريد ما أظن عانى مثل ما عانى الأدباء والمفكرين القدامى اللي المساكين ما محصلين كانوا ورق يكتبوا فيه. وأبوي على فين كانوا يكتبوا؟ بعدين بقول لك. بعدين لا تقول. تو تو تقول لي يا ولد الحلال بنطلع برا هاي الساعة. أقول أقول لك ثابت. كان يكتبوا على الجريد، ومنهم كان يكتب على العظام، وفي آخرين حفروا في الصخر. استراحت الحين؟ استراحت. نعم إني ارتحت. نعم لكن ما فهم شيء. والله إنك 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 يبالك زرد. يبالك زرد. هم زين. والحل الأخ نبيل؟ لازم نحصل شخص يجاري فريد في أفكاره ويكون تقريبا مثله. يلا جلسوا دوروا. يعني قصدك يكون واحد معاه ويتعود على طبعه ويمشي معاه حتى يتخلص من الحالة اللي عنده. بالضبط يا أبو الخير. أنا ما أقول أن المسألة سهلة، بالعكس تريد وقت، لأن الحالة اللي عند فريد هي حالة الانسلاخ من الواقع. إنزين لكن مهين حصل واحد يقدر يسوي ذاك؟ نحن علينا المحاولة. بدون ما نحاول الشخص موجود. من هو؟ أنا يا خالي. وما في حد عندنا غيرك يصلح لهالمهمة هذه. إيه بس لك أحيانا مو فاضي يعني. أنت اسمع الحجة. اسمع اسمع الحجة. كيف يعني ما فاضي كيف؟ يا جماعة أنتوا نسيتوا أني كلفت مسؤولية المدير، يعني بكون مشغول. يعني لما تكون مدير لازم تكون مشغول طول الوقت. طبيعة عمل جديد كذي، شغل وسكرتاري شغل. لهني لهني. هو هذا ودختك القاسم دحلية هو؟ راني أشوفه بغيت أعون وقام يتفرعن علينا.
خلا ثابت خلا 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 يا جماعة لحظة أنا ما أريد أزعلكم ولا أريد أردكم. أنا لولا خالك هذا معتز فيك وقال إن هذا الإنسان ممكن يتعاون كنت أنا ما جيت طيحت كلامي. حتى أنا بعد طيحت كلامي، كلنا طيحنا كلامنا وأنت اللي دسته. على الأقل شيل الكلام وقدره، لكن تقول هالمين بدون فايدة. زين خلاص خلاص أنا موافق أنا موافق، بس ساعدوني. مستعدون. الرسالة تريدوني أكتبها، إيش أكتب فيها؟ أكتب فيها كلام ما مفهوم. إذا ما مفهوم كيف تريدون أكتبه؟ أنت مالك الله يهديك مالك، هات ورقة وقلم وإحنا نفهمك. تفضل أقول. عندك ثابت عندك؟ والله ما تقدمت لك. نعم لا والله حشي أبدا أبدا ما أشتغل كلا بقول لك. سلم على برع وفيها المسكر يفوح، قلت انا وقال يحيى اللي طاح من فوق السطوح. لا لا خالي ما يصلح هذا الكلام ما يصلح، قول انت العم ثابت. اقول انا اكتب فيوز القلب محروقة في جسمي تركني وراح، حتى الاكل مذوقة بعد العيش ما فاح. يا جماعة ما يصير هذا الكلام ما يصير. كيف ما يصير؟ اكتب انت اكتب اكتب تعال بالخير تعال اكتب اكتب اقول اكتب. نعم سكرتيرة مصابتة معه. اي نعم انا السكرتيرة. لا والله هو حالي ما موجود. ايوه لحظة منصور علي. ايوه تليفون ايوه طيب طيب مع السلامة. تفضل. عفوا أنسة عزيزة بدر موجود؟ أولا اسمه الأستاذ بدر. إي بس أنا متعود أنادي بدر لأنه كان زميلي. هذا سابقا يا أخ ربيع، هو الحين المدير. المهم هو الحين ما موجود، في شيء؟ إي هو أمس طلب مني الملف هذا مال المشتريات فعد. أعطني إياه أنا بطلع عليه لما يرجع. نعم في شيء؟ لا لا أحسنتي. سكرتيرة؟ من متى؟ من أسبوع يا زهر. طبعا أكيد من اليوم اللي طلعت أنا فيه أجازة أكيد. حضرتك الحين مدير. الإجازة اللي خطيها كانت ضرورية لأنك تعبانة، ويا ريت لو تكملي إجازتك في البيت علشان الجنين. طبعا أجلس في البيت. زين إيش رأيك مرة واحدة أستقيل؟ أنت إيش فيك هالأيام عصبية وكل أمور تفسرها بشي أنا ما قصدته؟ وبعدين كان المفروض تقومين من الصبح بدل تأخيري هذا. ترى أنا قلت بما إنك أنت طول اليوم مشغول في الشركة أخليك شوية ترتاح. آه شوية شوية على عمرك ماك ذاك يرش العطاء. ليش تضحك؟ أنا قلت شيء يضحك يعني؟ أول مرة أعرف إنك تغار علي. أغار عليك؟ ليش أغار؟ أنا لا أغار ولا شيء. زين أنا بروح، تريد أن أجيب شيء معي؟ لا ما أريد، ما أريدك تتأخر. حاضر. لا تسوي مثل أمس، أول ما توصل تتصل فيي. ليش؟ علشان أطمن عليك. حاضر. وبين كل ساعة ونص تتصل فيي. ليش بعد؟ عشان تطمن علي. زهر أنت إيش فيك؟ ما فيني شيء. يا زهر يا بنت سعد يا إيش أقول لك؟ يلا مع السلامة. بدر. سكرتيرة حلوة. يعني يلا مع السلامة. ركز 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 زين وعلى راحتك. ولا يهمك يا بدر بقى ما يهمك، اهم شيء انك ترجع صح. زين يلا.
مالك تو انت مو جاي لك مالك بتدعم ما ادعم بعد اللحظه بعد اللحظه ارجوك ارجع انا مطلع السياره من الجراج وسايب سواقتك ما انت هذا اسمع هذا اسمع هلا بدل ما شجعني انزل تعال انزل ارجوك خليك مكانك وخلي يومك هذا يعدي على خير ما اعرفك عاد اموتوا يا ابوي ارجع ارجع مره ثانيه مالك الله يديك هاي دعابه انا عارف اجيبك يلا ابوي وشقيت لحياتي انزل مالك خنبان مالك عليك بالصبر الصبر مفتاح الفرج اي مفتاح فرج انت خلت فيي صبري خلص معاك خلص ضربات يا رجال الضربات ابو الخير شيمك كان فيك شي مسوي فيي خير مع صاحبك هذا صديقي ثابت ارجوك اسمع خنبان اسمع انا هذا الكلام ما يمشي علي انا معطنك 300 ريال عدا ونقدا حتى تعلمني السواقه لحد ما اطلع لسن خذ فلوسك هاي موجوده اللهم اني مسامح كم مره تدعم الدرامات وكم مره تسقط في التراي انا اخسر منك اكثر من الفلوس اعطتني اياها انت الله يهديك يا رمضان يا اخو وسع صدر ما لفت واجد كذي الله يهديك وسع الصدر اي صدر واي ظهر ينفع مع هذا انا خلاص ما اضربه بتدربني غصبا عنك انتوا ايش شايفين نفسكم انتوا ابوي ابغى منك السماحه دو غوازيك وقيف الله يهديك ما عليه يا اخوي رمضان بطلب مني انا انك تتحملها المره هذا ايش هذا ابو الخير هذا ايش ما عليه يا اخوي رمضان اذا تبغى غوازي بنزيدك ما بزيده ولا بيسه سوده بيسه سوده ما تشوف انا اصلا كنت بتعلم وكنت اسوق وكنت ما بدعم لو تدربني زين لكن انت دائما مستعجل ابو الخير ها تعرف ليش هاي مستحمق ليش ما خليته يلعب حواليس مع الناس سمع ما عليك يا رمضان يا اخوي مسحفينا يا اخوي يا رمضان ثابت ها اركب السياره وانتظرني تعال سوى ورانا فريد بعد ورانا فريد وين ما يفهم هذا ما يفهم انت ما تفهم يا ثابت الله يهديك في الشر والبلاء عنا سير اركب السياره والله العظيم علشان خاطرك انت اما هذا ما يلحش معي عندي سير اركب يا انسان سير اركب ورانا فريد بعد سير اركب لا حول ولا قوة إلا بالله والله الله يكون في عونك الله يكون في عونك علينا عنا أبو رمضان ما عليه تحمله وإذا شفته ما تعلم أنا بتفرغ لك من يوم بعلمه أنا عارفه زين الله يساعدك علي الله يساعدك أحسنت يا غريب اليوم اتضحت لي مواهبك التجارية يا سلام أنا سعيد جدا ما توقعت شيء مثل هذا يحقق لك كل هذه السعادة أكيد أني سعيد أني أشوف واحد من تلاميذي في التجارة يقوم بمهمة بأقل من 4 أيام عجز عن تنفيذها الكثيرين يا غريب العملاء اللي قدرت خليهم يوقعوا على الاتفاقيات كانوا ماخذين جانب من تفكيري بس أنت ما سألتنا عن الطريقة ما مهم الطريقة المهم انك نجحت في المهمة حتى لو اني كذبت ووهمتهم بوجود امتيازات كثيرة في الشركة وهي في علم الغيب كذبت ايوه كذبت والانسان لازم يكون صادق في تعامله مع الناس خاصة اذا كانت المسألة مسألة ثقة يا حبيبي التجارة تريد لباقة تريد دبلوماسية سرعة بديهة أي شيء المهم تحقيق النجاح بالكذب بأي وسيلة المهم في المقام الأول والأخير كم يكون ربحك إيش الفائدة لما الإنسان يسير كل أموره بالكذب وهو من داخله يحس انه ما حقق شيء بر غريب يقول هذا الكلام غريب اللي طول عمره ممشي اموره بالكذب عشان 10 و20 غريب
لا تنسى اني ما كشفتك قدام ابو الخير وثابت. انا الحين عرفت السبب، عرفت انت ليش شغلتني معاك. ما شغلتني معاك الا علشان تستفيد من اكاذيبي. من صاحب هذا الكلام؟ انت اول شيء قلنا ايش رايك في اللي مكتوب، عجبك ولا لا؟ طبعا عجبني، كلام جميل فيه زخم واحاسيس متدفقه. صدق يا فريد يا ولد اخوي ان صاحب هذا الكلام يريد يشوفك. وكيف زعل، كيف زعل لما سمع انك بتسافر، زعل وصار وجهه حمر. لا ما حمر بس، استوى اخضر واصفر ورمادي. نعم صار مره قوز قزح. نعم وقال قال قام يحايلنا مسكين، ارجوكم ان تطمنوني ان هذا الانسان ما يسافر. غريبه، وهو كيف زعل لما عرف اني انا اسافر؟ ويقول انه متابع اللي تكتبه وعاجبنه. اي نعم، وذكر بعد قصيده الليمون الحزينه اللي كتبتها. ليه بعد ما الليمون الحزينه فينا قصيده كتبها وخلنا نتذكرها. اي فريد، هذيك القصيده اللي كتبتها اللي اسمها البرتقال المعصور. نعم. فايش رايك انك توافق وتتكرم وتتلطف وتتعطف انك تقابله؟ هي طيب يا جماعه، بس انا اريد اعرف من هو بالاول. انت شفته والتقيت فيه؟ هو في الحقيقه قريب منك وبعيد في نفس الوقت. القريب البعيد، يمكن الظروف خلت لقاكم يكون عادي، لكن في النهايه بيكون لقاء فنان. ارجوكم ارجوكم ان تخبروني من هو. بدر. ابوي لا تشوف منك، لا تشوف، احنا قصدنا بدر اللي انا خاله. معقوله؟ بس انا ما شفت على بدر مظهر من مظاهر التوهج والابداع. لانه صاحي. وبعدين هاي الاشياء ما تكون ظاهر، هذا انت شكلك. مين يقول انك مبدع؟ كيك شتك كانك خارج بارش. لكن ما شاء الله بديت مشوارك بالمقالات، ومن ثم قصيده الليمون الحزينه. ومن يدري الخضره فاحشه وانت ما تقصر، ها مو قلت تسافر؟ بما ان هناك صوت يناديني فعلي ان البي النداء المشحون بالابداع. عاش بو يعاله. بو يعاله، اهلا مدام زهرة. كيف حالك اخ ربيع؟ خير الحمد لله، اشوفك قطعت الاجازة. اقول اخ ربيع، هو بدر بعد ما وصل مكتبه؟ لا وصل، وهذا اللي اكدت اياه الانسة عزيزة. ما اعرف كيف الشركة رضيت تعين سكرتيرة مع انه بالاول ما كانوا موافقين. بس المدير حاليا هو صاحبنا بدر، وشاف باهمية وجود السكرتيرة وقدر يقنع مجلس الادارة بالفعل الرئيسي ونفذوا له طلبه. اها، إذا بدر صاحب الاقتراح. ها أقول أخ ربيع، أنت تعرف شيء عن هذا اللي اسمه عزيزة؟ لطيفة. با مساء الخير. مساء النور. خير، أشوفك هنا اليوم. جاي أسلم عليك. ما أظني يا بوي، أنا مالي حد غيرك. قولك ذاك زين. وبعدين يا ابوي لا تتضايق مني، انت اللي زوجتني محمد. وبعدين يا لطيفة ايش تريد تقولي؟ انا اريدك تفهمني في الاول وبعدين تشوف الحالة اللي احنا فيها. لا تجلسي تقولي لي ان زوجي كان غني وخسر تجارته والحين ما عنده شيء. هذا الكلام انا عارفه زين يا لطيفة. الحالة اللي فيها زوجك انت السبب فيها. انا؟ هي نعم انت. يحتاج تشوفي زوجك من البداية، تعرفي وين يصرف فلوسه. لما كثرت سفراته تتكلمي، ما تكوني ساكتة لغاية ما يخسر كل شيء. ما ممكن اقول لك كل شيء لان هذا يعتبر سر من اسرار بيتي. عقب الحين جاية تقولي ولا الحين ما صار سر من اسرار بيتش؟ تو الحال تغيرت. قول الحين فلستو يا ابوي.
أنا معي أولاد كثير ما شاء الله، والمصاريف ما تكفيهم. ما دام إن ما عندكم، ليش تجيبوا أولاد؟ الظاهر إنك أنت ما رايح تفهمني. وأنا ما مستعد أسمع منك شيء. المهم قولي كم تريدي؟ اللي يطلع من يدك يا أبوي. اتصل فيك الأخ منصور علي، وهذا رقم تليفونه. تفضل. شيء يمين، في شيء ثاني؟ هو في، بس أشوفك كأنك مشغول شوية. لا لا أبدا، كنت راجع مقالة بغيت أنشرها في الجريدة. الحقيقة نطلب منك خدمة لأخوي نادر. خير، إيش في؟ أكيد أنت تعرف حد في الجريدة اللي تنشر فيها. هذا أنا لحد الحين ما أعرف حد، لكن الظاهر بتوهق في واحد هناك وبتورط فيه. عفوا؟ أقصد أعرف أعرف. خير، إيش عند أخوك نادر؟ والله هي قصيدة وارسلها عدة مرات وما نشرت، الظاهر أنك تقدر تساعده. تفضل. من عينيك تغزو مهجتي حتى الممات، وكبلت قلبي وروحي، أخذت مني ثباتي، سلبت أطياف عمري، وأسكرت أشجان قهري، وأرتني ما أرتني، جعلتني أتناغى يا غان وهات. من عينيك تنسيني مكاني وزماني. خير استاذ كمل. هو كمل يا استاذ بدر كمل. لبنية مساكينة باغية تسمع. لو سمحتي طلعي برا، انت كيف تدخلي من غير استئذان؟ اوهو، هي هو يعني لازم استئذن؟ طبعا لازم. لا لا مو لازم يا اخت عزيزة، هذه زوجتي. انا اسفة يا مدام. لا حبيبتي ما لازم تتأسفي، لكن ما من شهيه من قيس بن الملوح اللي قاس يقول اشعار. احرصح في البيت. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير وصاحبه من بق عمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الغير بكرة نشوف معكم نطوف بكرة نشوف معكم نطوف مكانه وعايش زمانه هذا هو أبو الخير 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 هذا هذا هو أبو الخير هذا أبو الخير يلقاكم بكرة بالخير.